السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في النشرة الرياضية. افتتحت يوم أمس منافسات بطولة دول مجلس التعاون الخليجي الخامسة للتايكواندو والأولى للبومسه، حيث قام معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة نائب الرئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قام بافتتاح البطولة المنافسات الخليجية، وذلك وسط حضور عدد من الشخصيات الرياضية في المملكة، كما حظي الافتتاح بحضور جماهيري غفير وسط منافسات حامية بين جميع الدول المشاركة في مختلف المسابقات. أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تجربته الودية الأخيرة قبل انطلاق منافسات دورة كأس الخليج العربية 22 والمقررة في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 13 وحتى 26 من نوفمبر الجاري، وذلك بعد الفوز على منتخب سنغافورة بهدفين دون مقابل سجلهما كل من إسماعيل عبد اللطيف في الدقيقة 66 وسامي الحسيني عند الدقيقة 75.